بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا من الماء كل شيء حي. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من الجامع العتيق، من أول مسجد في مصر وإفريقيا، من مسجد سيدي عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة على الهواء مباشرة عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية وبعض القنوات الفضائية الخاصة وإذاعات جمهورية مصر العربية من القاهرة. مسجد سيدي عمرو بن العاص بني في سنة 20 من الهجرة، وتقدر مساحة المسجد حين ذاك بخمسة عشر ألف متر مربع. وفي عام 2023 تم توسعة المسجد لتقدر بأربعين ألف متر مربع، ويأتي ذلك ضمن اهتمامات الدولة بالمساجد الكبرى وتطويرها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي. مشاهدينا الكرام، مسجد سيدي عمرو كان يسمى قديما بمسجد الفسطاط والمسجد العتيق والأزهر قبل الأزهر، فهو جامع له رونقه وله تراثه وله راحته النفسية، وكان له أئمة عظام كالإمام الليث بن سعد والإمام الشافعي. هذا المسجد العتيق أدعو الله تبارك وتعالى ببركة يوم الجمعة ونحن فيه أن يحفظ مصر وأن يجعلها واحة للأمن والأمان، وأن يرزقنا الله وإياكم صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات. مشاهدينا الكرام، خطبة اليوم في هذه الجمعة بعنوان نعمة الماء، فالماء عصب الحياة. ولقد عد العلماء من مكروهات الوضوء الإسراف في الماء، فقال صلى الله عليه وسلم لسعد ابن أبي وقاص وهو يتوضأ: ما هذا الصرف؟ فقال: يا رسول الله، أفي الوضوء صرف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. فالماء عصب الحياة. أقول لكل إنسان يسرف في الماء: ستسأل عن كل قطرة ماء، فحافظ على الماء ليجده أبناؤنا فيما بعد. أدعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحافظين على الماء، وألا يحرمنا الله تبارك وتعالى وإياكم من هذه النعمة. يقول صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وأنشد محب لكلام ربنا يقول: لا شيء يعدل إيماني بقرآني، فالله قد أحيا به الدنيا وأحياني، آياته كلما في مسمعي سكنت، فيقشعر منها قلبي ووجداني. خير مستفتح لنقلنا لصلاة الجمعة تلاوة قرآنية مباركة بدءا من الآية السابعة من سورة الحجرات، يتلوها فضيلة القارئ الشيخ أحمد تميم المراغي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن
فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى
فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله لعلكم ترحمون يا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن
كرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولم ما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم ما في السماوات وما في الأرض
والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها
الأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج صدق الله العظيم. ألف